بقول لك عبد الرجل اتمتع بالكوره. مفيش لعيب متمتع بالكوره في ماتشات او بطولات يعني. دايما لما بنيجي نسال في الكوره عموما، انا في ماتشات طبعا ما انساهاش، في بطولات حققها النادي الاهلي او حققها المنتخب ما تتنسيش. انتوا في حاجات بالنسبه لكم ذكريات لا تنسى زي ما بيقولوا كابتن محمد؟ كتير، حاجات كتير. ايه اهم حاجه او اهم لقطه ما تنساهاش في اصعب ماتش، اهم بطوله؟ لا كنت مره بلعب في عابدين، بلعب فرقه نجوم عابدين، كان فيها علي الحلو بتاع النادي الاهلي، وكان فيها حسن وحسني، فرقه كويسه. وبنلعب و فالكره اتعملت لي بالعرض كده، فانا رايح اجيبها جول، فرحت داس عليها في الجون طرف الهواء، دماغه خبطت في العارضه. فانا صعب عليا ورحت مديله الكوره، فراح مديني بالقلم. لا والله. اه والله، ده جزائي يعني. يعني حاجات اللقطه ما تتنسيش. انا بقى بلعب نهائي عند محمد، كابتن محمد الجندي. وفرقه غلبانه 4-2، جبنا جولين. فرقه ايه يا كابتن؟ فرقه المنصوريه. فرقه من ايه؟ فرقه اسمها المنصوريه، بالدراسه. مشهوره ومعروفه. في حد منها معروف او يعني؟ لا دلوقتي كله بطل كوره يعني. كلهم بطل. فجبنا جولين بقت 4-4، لعبنا 5-5. فرقتك كان ايه يا كابتن جمال؟ فرقه المنصوريه. انت كنت بتلعب المنصوريه ولا انت؟ لا انا من فرقه المنصوريه. فرقه اسمها احدى القبه. ايوه. وجبنا جولين ب4-4. تمام. وراح جايبين 5-5 واحنا جايبين جولين تاني. والفرقه بعد ما خرجت الثانيه خارجين بيعيطوا عشان اتغلبوا في 5 دقائق. سرقتوا منهم الماتش. ايوه. موفق بتاع المنتخب بقى كان ماسك. بتقدروا لما بتلعبوا القلعه؟ اصل انا حاسس ان القلعه شايطه كده ودايسه في كل، حتى لما كنتوا بتلعبوا القلعه كنتوا بتقدروا تكسبوها؟ لا لا، ما هو كانوا ودي هو يكسبني مره وانا اكسبه مره يعني. مش على طول يعني، هو عارف كده. هما بقى كانوا يا كابتن، هو عارف الكلام ده سليم صح ولا لا؟ انا ما اقدرش اتكلم بالنسبه اللي يقوله كابتن كمال. كمال ده كابتن علي، ما اقدرش. هاجي لك كابتن عصام يعني. في يعني موقف كره كبيره. ايوه. كنا بنلعب نادي الاهلي وكابتن الخطيب ده تحت 20 سنه. ايوه. ماتش الاهلي ده بيبقى غير صح؟ غير يعني تلعب اي فرقه ماشي، لكن الاهلي بيبقى. وكان جمهور اللي بيحبني من القلعه ومش عارف جاي يشجعنا، كلهم شتموني طبعا. كابتن الخطيب ده يغزل النمله. النمله يغزلها. غزلنا احنا الاربع بكات وبالجون وبيحطها بكعبه، كان اول واحد يتغزل طلعها بره. المهم بقى يا ابني امسك الخطيب، انا امسكه. في كوره الخطيب غزله وجاي لي جري وانا رايح له جري. كل الجمهور عاوزنا اتغزل. انا هدفي واحد، اخش في كرشه. وانا بجري كده هدف اللي يفوت يموت. قاعد اللي يفوت يموت. هو هيغزلني هيغزلني. هيلعبها من فوقيه، وفعلا لعبها من فوقيه وبيجري. كنت انا وهو واقعين في الارض. مين الحكم؟ كابتن محمود عثمان الله يرحمه. الله يرحمه. فبقول له فاول على مين؟ قال لي عليا. الله يا كابتن محمود. قلت له ايه؟ قال لي عليا انا. بص انذار ليا كمان. قلت له والله حرام عليك. قال لي الشتيمه اللي انت بتشتمها انا هتشتمها. كابتن خطيب بقى بروح قال لي العب بالراحه، عمال دي لا يمكن انساها خالص. كابتن عصام. لا انا موقفين بس هم كوميديا شويه يعني. كان كنت فرقه، كنت انا والكابتن محي والكابتن علي، كان معانا واحد لاعب اسمه هيما. هيما ابراهيم. فبنلعب فرقه الاربعه يعني، معلش انا قصدي في اللفظ الامارزه، الاربعه حول. الاربعه. فانا داخل، فانا ما بدخل، فانا مش عارف العبها منين، هنا ولا هنا. انت لعبت في دوره الاهلي يا كابتن عصام؟ لعبت في دوره الاهلي سنه 95. ايوه. كان في، لو لعبت قبل النهائي كان. وبيقولوا لي كمان خدت احسن لعيب في الدوره دي. لا اقول لحضرتك حاجه جت ازاي. دوره الاهلي في السيره المغطاه في سنه 95 لعبنا قبل النهائي كابتن علاء ميهوب، زكريا ناصف، كابتن ربيع ياسين. ايوه. صح. ده قبل النهائي. تمام. غلبونا 3-2. حتى انا في اليوم ده قلت، طلبت من الكابتن صديق جمال، قلت له انا عشان حبي في علاء ميهوب بحبه جدا. ايوه. بقول له حتى كان في منشط كده ينزل علاء ميهوب ينفرح القلوب. فبقول له يا كابتن علاء، يا كابتن صديق، انا عايز فانيلا من بتاعته. قال لي اجيب لك فانيلا. فكابتن صديق قال لي في دوره في الاهلي في مدينه نصر، كان تحت الانشاء. لسه تحت الانشاء. ايوه. فكان مع اسره كره اليد، كابتن جوهر النبيل وكابتن ياسر اللبيح، يعني اعتقد فاكر الاسماء دي يعني، بس كنا من حوالي 30 سنه. نجوم. فروحت لعبت معاهم بامانه الله يعني. كان يقول لي السيده عيشه، اركب معاهم، خلص الماتش ارجعوني تاني السيده عيشه، وخدت البطوله.
خدنا البطوله المركز الاول هناك، وادوني كاس صغير كده احسن لاعب مكتوب كده النادي الاهلي، والسنه اللي انا خدت فيها هي دي البطوله اللي انت خدت فيها. فبالنسبه بقى الموقف الثاني بقى الكوميدي في الفرقه، برده كنت كان معايا كابتن محي وكابتن علي، وكان معايا برده كابتن هيما في اللعب فرقه، كان في واحد اسمه اونا وزتونه. فايه يا ابراهيم، خش يا ابراهيم، بيقول لك طب اعمل ايه يا جماعه؟ الكابتن محي زعق له، خش يا ابراهيم، قال له اعمل ايه؟ خش اروح لاونا يديها لزتونه، اروح لزتونه يديها لاونا. يديها لاونا بقى، كان من الموقف المضحكه برضه يعني. لعيبه الكوره ماشي متفقين ان هم حريفه، كان في حراس مرمى برضو يعني اساطير في كره الشراب. هو الجون بتاعها قد جون كره اليد كده صح؟ قد كره اليد 4 ياردة. مين الاسماء اللي ما تتنسيش برضو؟ في كان عندنا كرم، كرم رحمه الله عليه، الله يرحمه، وعصام رمضان. وعصام رمضان كان جون هايل. كان كابتن عجوه بقى في الجيل، في الجيل بتاعنا. كابتن عجوه الشاذلي. ايوه بالظبط الشاذلي. اليوم اللي عرفت فيه الشاذلي بتاع الدرب الاحمر، انه استاذ علي بدرخان قرر يعمل فيلم اسمه الحريف، والفيلم ده يتكلم عن استاذ محمد خان. يعمل فيلم اسمه الحريف، وان الفيلم ده هيتكلم عليك وهيتكلم على قصه الكره الشراب، وانه عادل امام طبعا نجم كبير هو اللي هيمثل الفيلم. لا هو كان الاول مش عادل امام. كان الاول مش عادل امام، كان احمد زكي. اول احمد زكي كان احمد زكي هو اللي هيمثل الفيلم. فلما حلق اقرع عشان فيلم كابوريا ده ومش عارف ايه، فغيروه بعادل امام. ده عارف يا كابتن محي، هو فيلم الحريف كان مع في نفس توقيت كابوريا ولا كان قبل؟ لا كان بقى في نفسه في نفس التوقيت. احساسك الاول كان ايه لما عرفت ان في فيلم هيتعمل عنك وهيتعمل عن الكره الشراب؟ عادي، ما فرقتش قوي.